مع هذا الدواء. أنا أخذه صار لي تقريبا فوق السنة، لأن فيني خشونة بركبي ومع الرياضة ركبي وايد تعورني، فصرفوا لي هذا حتى يوم صار فيني ديسك. نفس الطريقة صرفوا لي إياه، أخذ منه حبتين يوميا لأنه يخفف الالتهاب بالمفاصل. المهم إني نسيتها بالكويت، ويوم رحت تركيا ما أدري شنو سويت، حركة غلط بالرياضة أو شيء كذي وعورني ظهري. فرحت حق صيدلية قلت لهم أبي دواء اسمه سيلبريكس، قالوا شنو هذا؟ قلت لهم هذا إحنا ناخذه في الكويت حق اللي عندهم التهاب مفاصل. المهم الصيدلاني ما أعرفه، لكن في وراه واحد صيدلاني أكبر بالعمر شايف، كان يقول سيلبريكس، واخترع ونقز من مكانه وراح على اللابتوب وطلع صورة هذا الدواء وقال لي هذا هو. قلت له إيه، كان يقول ليش تبينه؟ قلت له إن أنا فيني خشونة وعندي ديسك وقاعدة أخذه بالكويت أكثر من سنة. كان يقول لي هذا أصلا ممنوع بتركيا، وزارة الصحة التركية مانعتها من تركيا من 6 سنين لأن اكتشفوا إنه يسبب أمراض بالقلب. فأول سؤال سألني قال لي Are you okay؟ قلت له صراحة الحين ربطت الأمور، أنا وايتي اللي رقع بالقلب. قلت له لما كنت أمارس الرياضة وكذي كم مرة أطيح بالنادي قلبي عورني، صدري حيل عورني، فتخيلوا طلع من هذا الدواء. علما أن هذا الدواء يصرفوا لي بالكويت أكثر من دكتور وكلهم بروفيسورية.